5 ونصف من قسم الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري، ونبدأه بأبرز العناوين. يقظة أمنية في أولى أيام العيد وعملية تنشيط بجبال القاتلين لتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية. الإطارات الصحية بالمستشفيات العمومية تؤمن دوام العمل في أيام العيد من أجل إحاطة صحية تضمن سلامة المواطن. العائلة التونسية تحتفل بأول أيام عيد الفطر بعادات غذائية تختلف من جهة إلى أخرى. مرحبا مجددا. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبة يسعد مؤسسة التلفزة التونسية أن تتقدم بأحر التهاني إلى كافة أفراد الشعب التونسي والأمة العربية والإسلامية، راجية أن تعاد عليها مثل هذه المناسبات الدينية بالخير والمزيد من الاستقرار. وكل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا. وبهذه المناسبة وفي جامع مالك ابن أنس بقرطاج، أدى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بحضور رئيسي مجلس نواب الشعب محمد الناصر والحكومة يوسف الشهد. وتوجه رئيس الجمهورية بالتهنية إلى الشعب التونسي داخل أرض الوطن وخارجه، مثنيا بالمناسبة على مجهودات القوات الأمنية والعسكرية التي واصلت نجاحاتها في حربها على الإرهاب. أتوجه إلى كل التونسيات والتونسيين، وبالخصوص مواطناتنا ومواطنينا المقيمين في دول الخليج الشقيق، وأؤكد لهم أن دولتهم يعني مهتمة بهم، ولكن أيضا أن لنا ثقة في قيادة الدول الخليجية الشقيقة في تجاوز هذه الأزمة التي نتمنى أن تكون وقتية. ويطيب لي أيضا أن أنوه أن يعني شهر رمضان المبارك مر بسلام، سواء كان من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية، وهي مناسبة نتوجه بها إلى قواتنا الأمنية والعسكرية بالتحية لما أنجزوه في مقاومة الإرهاب، هذا الإرهاب الجبان الذي أتى بحياة شاب صغير يعني خليفة السلطاني، وكذلك أيضا بهذا رجل الأمن المجدي الحجلاوي يعني رحمه الله ورحمهم الله، وتعزية لأهلهم وذويهم، وتعزية أيضا للدولة لأنهم دولة يعني هم أبناء هذه الدولة. أريد أن أحيي ما أنجزته هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، في ما يخص يعني نسق التنمية الذي ارتفع ولو قليلا لكن في الاتجاه الصحيح، وكذلك أيضا في سيطرتها على موضوع الإرهاب. وكانت أجواء العيد في سيدي بوزيد مختلفة، حيث خيم عليها الحزن إذ شيع أهالي الولاية وسط حشود غفيرة من الأمنيين ومتساكني حي النورة ومكونات المجتمع المدني جنازة الشهيد الملازم الأول في الشرطة مجدي الحجلاوي، الذي وفاه الأجل المحتوم قبيل إفطار أمس بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس. وقد حضر وزير الداخلية الهادي المجدوب مراسم الدفن. ووفقا للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، فقد تعرض الحجلاوي مساء الخميس الماضي مع 4 أعوان آخرين أثناء مباشرتهم لمهامهم لحروق في أماكن مختلفة بأجسادهم جراء رمي القوارير الحارقة مولوتوف على السيارات الأمنية خلال أعمال عنف استهدفت أمنيين بمعتمدية بير لحفي بولاية سيدي بوزيد. يأتي ذلك إثر الخلاف الذي نشب بين عدد من متساكني المنطقة بالسوق الأسبوعية، حيث نتج عن ذلك وفاة شاب بعد طعنه بسكين على مستوى الظهر من قبل شاب آخر. رحم الله الشهيد. إلى جبال القاسرين، أين تتكثف الحملات الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية حرصا على أمن البلاد والعباد، حتى لا تنغص فرحة العيد على العائلات. هم رجال تونس للذود عن حرمتها، وهكذا كانت طريقة معايدتهم.
المئات من العسكريين انتشروا بكل مكان وتركزوا بالمرتفعات وبسفوح الجبال وتوزعوا بالمفترقات لدرء كل المخاطر على البلاد وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية ومموليها. عسكريون تضاعفت جهودهم يوم العيد واختاروا أن يكونوا أعينا ساهرة على أمن البلاد والعباد، فتجندوا واحتفلوا بالعيد في الجبال بعيدا عن عائلاتهم عن أبنائهم. توجه بالشكر للقوات العسكرية والقوات الأمنية بصفة عامة على خاطر هي قاعدة تقدم في مجهود جبار صراحة. علاش؟ احنا نعيدوا في ديارنا وهما يعيدوا معناها في الجبال ويعيدوا معناها البرة ويعيدوا، ثم شكون تلقاه ما عنده شهرين ما روحش لداره. نحن نشكرهم بارك الله فيهم، حامينا وحامين الوطن بصفة عامة، كيك سوا في البر ولا في البحر ولا في الصحراء ولا في كيف الجبال. بالطبيعة نحس بالأمان، خاصة كي راهم هما موجودين على الطريق، وعلى بالطبيعة نحس بالأمان. كاميرا الأخبار رافقت بواسل تونس يوم العيد، يوم لم تختلف تفاصيله عن سائر الأيام، حملات تمشيط واسعة وعمليات عسكرية متواصلة بعمق الجبال لتعقب أثار المجموعات الإرهابية ومداهمات لمناطق مشبوهة، حملات تمشيط برية مدعمة بغطاء جوية لمروحيات عسكرية وضربات مدفعية استهدفت مناطق بعمق جبل سمامة يشتبه تحصن مجموعات إرهابية بها. وفيما يتعلق بإطلاق النار الذي سمع ليلة العيد بجبل الشعنبي، أكدت مصادر عسكرية أن الوحدات المتمركزة بعمق الجبل رصدت تحركات مشبوهة فأطلقت أعيرة نارية باتجاه الهدف، ونفذت المصدر وجود أي اشتباكات مع عناصر إرهابية. فتحية فخر واعتزاز بمن تجند يوم العيد لحماية البلاد، للتلفزة الوطنية التونسية، نيجر تي في، جبل الشعنبي، القصرين. أمنيا دائما، حيث تمكنت الوحدات الحدودية للحرس الوطني بالزكرة من معتمدية بنغردان التابعة لولاية مدنين وعلى مستوى منطقة الشهبنية، تمكنت من ضبط عنصر سلفي تكفيري في عقده الرابع على متن سيارة أجرة لواج. وأفاد اليوم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني في هذا الصدد، أفاد أن العنصر التكفيري الذي تم ضبطه أمس مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس واحد ومحكوم عليه غيابيا بعشر سنوات سجن من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية. تمكنت أيضا الوحدات البحرية للحرس الوطني بصفاقس اليوم وفي حدود الساعة 7 صباحا من إلقاء القبض بعرض سواحل العوابد بمدينة صفاقس على 14 شخصا على متن قارب صيد يحملون الجنسية التونسية من عدة ولايات من الجمهورية، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلصة باتجاه إيطاليا. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني أنه قد تمت إحالة هؤلاء الشبان على فرقة الإرشاد البحرية للحرس الوطني بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. لأن أولى أيام عيد الفطر تنطلق بأداء الصلاة، كان فريق الأخبار في الموعد ومن عاصمة الأغالب القيروان التي تكتسي أجواء العيد بها طابعا مميزا. من جامع عقبة ابن نافع ننقل لكم هذه الأجواء الدينية التي وكبها الأطفال أيضا. قبيل بزوغ الشمس بدأ الأطفال في التوافد على جامع عقبة بن نافع، وسرعان ما عانقت تراتيلهم عنان السماء لتعلن عن اقتراب صلاة العيد. يوم العيد الصباح يجوا معنا الصباح، نجيب صغيرات معنا الصباح ونجيو نطلوا للجامع الكبير، معناها عادة قيروانية، شي تتعلموا صلاة العيد، يعرفوا صلاة العيد، ويمشيو معنا في الليل التراويح. فقت من 15 صباح. ولبس جبت وبس كونتنتي وخرجت. مشيت نصلي. انا متعود كل عام نجي للجامع الكبير ونصلي مع اصحابي. ما لقيتش، انا بقيت مستنى في العيد. جيت انا وبا وصلينا العيد وحضرنا على الخطبه وانا شراوح تاو. وبعد الانتهاء من الصلاة ألقى الشيخ الطيب الغزي خطبته التي تمحورت حول أهمية التراحم والتوادد بين المسلمين
ونبذ الكره والتفرقة. أكثر حاجة من يستحقها الشعب التونسي كل بصفة عامة تراحم من والدين من إخوة من جميع النواحي، معناتها هذه هي صلة الرحم. إن شاء الله تكون معناتها الخطبة اليوم تحسس الجمع اللي حضر كل معناتها ويتراحم ويتزاور. صحيح قلت بعد صافي لونتون تو العباد ما عادش تمشي معناتها تزور بعضها سورتو في العيد وحده كل شيء، دونك هذه مناسبه باش الشيخ تبارك الله عليه معناتها يفكر العباد باش تمشي تشوف بعض. حاجه مهمه في مجتمعنا تو تشوف معناها كل شيء مشتت ونلموا الشمل بالرحمه وبالموده. وككل صلاه عيد يبدو التقاط الصور التذكاريه أمرا ضروريا، خاصة وأن المكان له مكانة كبيرة في قلوب أهل القيروان. ولا يكون للعيد معنى دون تزاور بين الأقارب والأهالي والأصدقاء، وفي ذلك توطيد لصلة الرحمة وترسيخ لقيم التحابب والتواصل. الصورة تأتينا من مطار جربة جرجيس بعد لقاء عدد من الأسر. لما كان عيد الفطر المبارك لقاء الأسرة التونسية واللمة العائلية دون منازعة، إلى تحقيق ذلك تشد الرحال وإلى الوطن يعود ولو بعد أعوام عديدة، كحال هؤلاء المهاجرين الذين لم يعايشوا أجواء العيد منذ سنين طويلة. لما مع العائلة ومع الوالدة ومع الأحباب والأصحاب يعني فيها ميزة معينة، يعني ما تصورش على البال والله. يعني ساعات عام نروح وعام نروحش. سنوات يعني 41 تقريب، يعني من سنة 73 ما عيتش في تونس، وحتى في ألمانيا نتذكروا، يعني ديما نتذكروا وقت اللي كنا احنا صغار كيفاش نعيدوا مع الأحباب وكيفاش نحترموا بعضنا. وفي عودة العيد يصطحب الآباء أبنائهم، وفي ذلك برأيهم ترسيخ لقيم الأجداد وعادات تتوارثها الأجيال جيل بعد آخر. عولة العيد الكبير باش يجي ولدي ومرته وولده وباش يطهروه وباش نديروا حفلة. هذه فرصة طيبة فعلا حتى يبقى الطفل في منشئه وفي لغته وفي دينه وفي عاداته ونبتعد عن التغريب. إن شاء الله عيدكم مبروك تونس الكل. وتبقى للمهاجرين في العيد بهجتان، بهجة العودة للبلاد وبهجة لقاء الأحباب. فيما يمضي معظم التونسيين عيد الفطر وسط العائلة والأحباب، يمضي البعض الآخر هذه المناسبة في العمل خدمة للمواطن واستجابة لنداء الواجب. زيارة اخترنا أن نقوم بها إلى المستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل لنعيشهم أجواء اليوم الأول من العيد. لطفي بن سليمان الناظر العام بالمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل، شاءت الصدف أن يقضي عطلة عيد الفطر المبارك بالعمل ليلبي نداء الواجب وليمتثل له مع زملائه بكل الأقسام. لباس الله لباس هيك تشوفوا الناس كل مجندة ما لنا حتى إشكالية وربي يعاوننا. احنا موجودين ديما في الخدمة افيك ليكيب ميديكال باراميديكال لي زانفيرمي لي زانتيرن لي ريزيدون يعطيهم الصحة يسون لا بور ترافايي. متنقلا بين قسم وآخر يطلعنا الناظر العام على أجواء العمل بهذه المناسبة الدينية ليرفع معنويات بعض نزلاء المشفى تخفيفا عن آلامهم ولتكون الفرحة لدى البعض مضاعفة. احنا يلزمنا نكون اون سيرفيس، ماك تعرف معناها الصحة كيما الأمن كيما الحماية المدنية معناها الكل يلزمنا نكونوا متجندين في الأعياد في المناسبات الكل، سينو ماك تعرف معناتها حاجات انديسبونسابل هذو معناتها موجودين. عندي المدام ولدت وإن شاء الله اليوم خرجوها وإن شاء الله عيدي وكاو. فرحتين العيد عيدين اليوم. نجيو باش نعيد عليهم نرفعوا المعنويات نتاعهم باش يشوفوا روحهم كاين في ديارهم مش في السبيطار. سيرتو الصغار. لاباس يكلموا فيه طبك عيدك مبروك يكلموا فيه ويعيدوا علينا ولاباس. ولئن كانت الأجواء غير صاخبة فالهدوء المتوفر بالمستشفى لم يخفي شعور بفرحة العيد. فرحة تتجدد سنويا برجاء أن يحفظ الله الوطن من كل سوء. إذن هكذا تكون استمرارية العمل داخل المؤسسات الصحية أيام العيد، حيث كان لنا أيضا لقاء بالإطارات الطبية وشبه الطبية والعاملين بالمستشفى الجهوية حسين بوزيان بقفصة. حرصوا على تأمين مختلف الخدمات الطبية محافظين على نسق العمل متسلحين بنداء الواجب الذي منح لاحتفالهم بالعيد خصوصية ميزتهم.
ما دامنا نقدموا في حاجه للصغيرات والمواطنين وكل شيء ان شاء الله راضين على ارواحنا. عيدنا هنا وفي الدار في الزوز. هذه ظروف عمل يعني وعندنا خدمه ابجل من كل شيء. هذا واجب. عندنا قسم الاشعه يخدم قسم القسم الاستعجالي القسم التوليد اللي يسوي توليد عندكم. انا ديجا زرت قسم تاع الصغارات وكيفاش يعني يخدم قسم يعني حي فهمتني يعني العوان يعني موجودين طبيب يعني الطب موجودين. الكونتينيتي دو ترافاي في لي سيرفيس دي زيرجونس لازم تصير عيد ولا جور فيري. اطار طبي وشبه طبي واداريين وعملاء في حركه دؤوبه وعطاء متواصل. اليوم يوم استثنائي العيد خاطر تعرفوا نهار العيد مشاكله اكثر وفما برشا حركه والمواطنين الكل يخرجوا من ديارهم وتنجم تواتي معناها لا قدر الله. ان شاء الله نتمنوا احنا عيد يكون مبروك وفيه السلامة للناس كلها، لكن احنا كمؤسسة صحية لازم نأمنوا 24 على 24 الخدمات الصحية خصوصا في ايام العيد لانه نتوقع حدوث اي طارئ، ولهنا الاستمرار الاداري والاستمرار الطبي والشبه الطبي يتضافروا باش يحلوا المشاكل الكل. دينا برمونوس اليوم ان شاء الله وعندنا مريض اي خير شو مهمة وعندي مريض باش نمشي نوصلوه والحمد لله يا ربي وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير ولينا والشعب التونسي كل. العمل في أول أيام عيد الفطر بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بولاية قفصة لم يختلف عن باقي أيام السنة، استمرارية في العمل في مختلف الأقسام لتأمين تواصل الخدمات بالمرفق الصحي العمومي. إلى أجواء موائد عيد الفطر فلكل جهة خصوصياتها ومميزاتها. ولاية المنستير يتصدر الحوت المالح فيها المائدة في عيد الفطر كعادة غذائية تتوارثها الأجيال وتجمع مختلف أفراد الأسرة. الروبورتاج والتفاصيل. الحوت المالح أكلة يقبل عليها أهالي المنستير يوم عيد الفطر وتكاد لا تخلو منها مائدة في جل البيوت. ينطلق الاستعداد لها قبيل أيام باختيار نوع السمك المحبذ تمليحه، فتزدهر سوق السمك ويتفنن البعاء في الترويج لها. نحبوا كان الحوت السكينة، نحبوا الشكمبر، نحبوا الشلبة، هذوما المستترية الأصليين جدودنا. أكثر حاجة نملحوا التن والشكمبر ولا الشلبة، هكذا هما نملحوهم، ما نعرف عاد شيخ تطورنا شوية ولا كلب حر ولا اللمبوكة. عندك كلب حر تملح الخشين، عندك التن، عندك المطسولة، كل شيء حتى الشولة تملحوها، الدنديخ ملحوه مناني، فمش كل ملح مناني الأبيض باهي. أحسن ما تاكل تمليح شغال. شكون يحب ياخذه قبل بجمعة يملحوا توا، وفما شكون ياخذه توا ويحطه في الكونجيلاتور، قبل بثلاث أيام ما يحبوش مالح برشا معناها. الحوت المالح عادة دأب عليها أهل الجهة، فهي تجمع العائلة، ويرى البعض أنها طبق من شأنه أن يسترد به الصائم ما فقده من ماء طوال شهر الصيام. عادة من جدود. مع 11 هكا مع نص نهار نفطروا به. ملاح. شنو هو ملاح؟ كلب بحار. تن يابس على التمليح. الحوت المالح هي لانه باش كيف ياكل الملح يشرب برشا ماء باش يعوض الماء اللي نقص ويسترجع الماء اللي نقص في رمضان. توا ما عادش هكا التمليح، العبد خايف من المرض الكل ولاو ديريكت يملحوه يطيبوا هكا، اما هما يملحوه يملحوه. الحوت المالح فما القيمه الغذائيه نتاع الحوت اللي هي بروتينات، هذا قاره ولا ما عادش شك فيها. نقعدوا في الملح، كميه الملح وين اكثر ملح وين تمثل خطر على بدنا. الماء هذا اللي نشربوه نهار العيد اللي تابع الملح راهو بالعكس مش يتشد في البدن ونقولوا يعطي ريتونسيون دو. فاكهه العيد هي الاخرى يقبل على شرائها الاهالي يقدمونها لمن يزورهم لمعايدتهم. عيد كيما نكا دونك عادي باش نجموا باش ناخذوا شويه لوز شويه بفريوه شويه فاكهه. للضيف ولا للصغار؟ والله يجيونا شوية ضيافة للصغيرات يأكلوا شوية. الفاكهة عندها قيمة غذائية كبيرة وبالعكس نشجع على استهلاك الفاكهة نهار العيد ومرحبا باهية برشا وخير من الحلو برشا. عادة غذائية يحتفي بها أهالي المنستير لتوديع شهر كريم. في ما مضى كانت أفران المخابز تعج بأطباق الحلويات التقليدية التي ارتبطت بعيد الفطر، اليوم تغيرت الصورة بعد تراجع أعداد الحلويات بالبيت وتراجع الإقبال على هذه المخابز رغم محافظة بعض العائلات بصفاقس على هذه العادات الغذائية في استقبال عيد الفطر. هكذا حال عدد من العائلات في صفاقس التي ما زالت تحافظ على إحدى أهم العادات الغذائية في استقبال عيد الفطر وهي صنع الحلويات في البيت. شو نشري أنا بالحاضر ما نحب هك حاجة متاعي عملتها أنا والكل بالرغم صغار ميكلوهوش برشا ما نحب هكا حبوا بتاع الخير أزم بتاع عدس النخيل. عادة تجمع بين حسن استثمار السهرات الرمضانية العائلية والتصرف فيما هو متوفر بالمنزل
لكن اليوم بالكاد ترى أثرها في المخابز التي كانت تستقبل العشرات من الأطباق. أنا قبل كنت نرمي بالمئة وخمسين صينية في الليلة وحتى أكثر. ما عادش فما تجيك 15 20 10 الحلول العربي وعم صنعانه في الدار. علاش نقص حسب رايك؟ نتصور انا نقص من الكبار وفاو نقصوا الكبار اللي كانوا لمدوا في الدار فهمت، ولا اسوام حتى الاسوام زاد كيف التكلفه ولات برشا. الفئة الأكبر من الناس مالت إذن إلى الجاهز من الحلويات مع توفر المحلات التي تعد العدة لهذه المناسبة شكلا وكمية وتؤمن النوعين العادية منها أو تلك التي تعتمد على اللوز والفواكه الجافة. والله إحنا بحكم اللي إحنا نعمله الديري معناها ماناش نعمله حاجة مصنعة ولا إحنا نعمله حاجة ديارية، الأسمر الديري نعمله، الحمصية الديري نعمله، هيك للعبيد معناها استنسوا بالحنوط واستنسوا بينا واللي يجيوا بالذمة للحلول العربي معناها الديري الأصلي متاع صفاقس. بدلت الأوضاع وتبدل كل شيء توا الحمد لله، معناتها كل شيء ولا موفر موجود وفي توا إحنا في عاد الصراحة كل شيء ولينا نحبوه معناتها في أقرب وقت وحاضر ماذا بينا. حلويات العيد كانت فيما مضى شأنا تنافسيا بين النساء في إتقانها على المستوى العائلي وتراثا يعبر من جيل إلى جيل تخلده ذاكرة العيد لدى الصغير والكبير. إذن حلويات العيد آخر ما نختم به النشرة ونذكركم بأبرز ما ورد فيها من عناوين. يقظة أمنية في أولى أيام العيد وعمليات تمشيط بجبال القصرين لتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية. الإطارات الصحية بالمستشفيات العمومية تؤمن دوام العمل في أيام العيد من أجل إحاطة صحية تضمن سلامة المواطن. العائلات التونسية تحتفل بأول أيام عيد الفطر بعادات غذائية تختلف من جهة إلى أخرى. هذا ونشير مشاهدينا إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية tunisiatv.tn. كل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.